الدولة ما كانتش حل 40 واحد دولار يقول لك وسيه 40 واحد دولار ما كدير له شغل حياتنا كامله احنا في المظاهرات يقول لك حل هالشيء عشنا حياتنا كامله ولكن باش غادي يجي ب 10 ديال الناس تقول له باغي الحق والله لا خطا ولكن واش غادي يمشيو للقلقم عليهم في الديور ولا راه كلشي الجرا كلشي ضاع ما بقاش حبه كلشي مشى ما بقاش شي حبه لا الورقه المهم يبس خصنا نديرو حطبوها سمعتني ولا لا ونطلبوا باللي يعطيونا هذا بعد واحد الدور الى هداه الله احنا ضعنا نيشان انا راه فيا الكريدي عاد اللي راك تشوف فيا الكريدي والله الا خسرت فيه انا باقي فيا الكريدي هنا والله الا باقي فيا باش نقول لك الصراحه والله يديهم الا بغاو يعطيونا شي تور بعد غير نعالجوا الجروه وراء الجهل عم جاي لحينا الله ولا مشينا يوها امشوا على رجلينا يلا اخي جليل صور مزيان الفلاح في خطر هذا عيب هذا عار الفلاح في خطر هذا عيب هذا عار الفلاح على المال اللي بغينا على الجينا وحتى الجينا على المال اللي بغينا على الجينا وحتى الجينا على المال اللي بغينا قربوا لي فور قربوا لي فور كاين شي تاريخ واحد دا سعدك انا براسي انا شوف براسي ما عرفش يمشي غادي يعمر اي واحد الاضافه بسيطه سعدك لا لان داك الشيء راك عارف كتشوف غير بالعين هادشي البرجرات غيبان لك بالعين انت ما غاديش باش غنعرف شحال ديال المتر كيف بغي ما خلاونيش الاخوان نكمل النقطه ديالي حنا انا غير فلاح بسيط كنشوف من المنظور ديالي فعرابات واه سمح لي اسعد الحقايق انا نكمل لك النقطه حنا غراب سواء في عرابات او لا في العباد او لا بغيت تسناني ونجي عندك واه مرحبا مشكل لي هذا غير سمح لي خليني نكمل لك النقطه انا ندوز عندك الارض نكمل لك النقطه مرحبا مرحبا سعد الحقايق اسعد الحقايق اسمح لي واحد الهضره نقولها تجي هذه الجهه ديال الفرحيه وتشوف الجهه ديال الفرحيه محروقه سعد الحقايق غادي نمشيو ما بقاش نكملوا خليوه يهضر كمل غير نقطه يعني ايه راك قلتيها قبيله لا ما كملتلكش النقطه سعاد الحقايق انا حسيت انا تحاوروني وتسمعني هضرتي قبيله وكل حاجه ماسكه كتسمط لك ولكن ما وصلتش للنقطه ديالك تفضل يلا هضر يلا قول لنا سمعناها وعاودتيها حنا اللي كنقولوا حنا دينا الحصه ديالنا في شهر واحد بصفه عامه صبره زيو حنا كنحسبوا زيو في شهر واحد وكاين اللي ما داهاش كاين اللي دايين دابا في شهر اربعه ولا في شهر خمسه داو حصه علاش كيقارنوهم معنا حنا بنفس الحصه 6 ايام 6 ايام باي حق دابا تسمع السيه ما غاديش تعرف شكون اللي غادي يسبق لان التوجيه تيكون ديال لوفيس ماشي ديالنا غيديروا الصداع انا بالنسبه هذا عام في خطر تحركوا هذا المهدي ولا السيد ما كيستافدوش به الفلاح اللي عنده النعجه باش يشرب لا باقي باش يشرب النعجه النعجه هي التاليه هو اللي عنده البقار وحق قضيه اخرى هذيك حاجه اخرى دابا الفرايج ديال الماء ديال التراكتور 200 درهم ما كيوصلش الماء ما كاينش دابا غير ما ندير الشرب ما لقيناش ها المشكل استثناء عاد ديال السقي حاجه اخرى دابا ما كانش عند اسمح لي ما كانش عند لوفيس كيقول لك ودي الماء خلينا غير الشرب ياك ولكن الشرب كيستافدوا به غير الناس ديال المدينه الناس ديال برا ديال المدينه ما كيستافدوش به
سول الفلاحه واش قلت لك باش نغلم سيدي راه كتخليهم يعمروا نضيعوا دابا واش كتهضروا على كتقولنا كنسمعوا شي اخبار ديال واحد التور كاين بانه 6 ايام هنا و6 ايام بوعاك و6 ايام ديال السلطين واش هاد المعطيات صحيحه؟ ما خدامناش سعيد القايد اسمح لي انا غير نعطيك واحد التوضيح غير اسمح لي سعاده القايد ايوا غير اسكتوا خلوا السيدي هضر خلونا نكملوا النقطه ديالنا الاخوان خلونا نكملوا النقطه باش غادي نجيبوا بست ايام بهذه الطريقه اللي كيقولوا لنا المسؤولين راه غادي تجيب كاين اللي غادي يجيبوا 7 شهور وما يصرفوش حصه ديال الماء هاد الحصه في سيكتور 9 و10 اللي مازال ما داوش الحصه من العام الاول غادي يجيب فيها شهرين و20 يوم باش يكملوا غير بهذه الحصه هذه اللي كيقولوها هما المسؤولين فبالك بالسيكتورات الاخرين اذا كاين اللي غادي تجيب له 7 شهور 3 شهور باش توصل الحصه بهذه الطريقه هذه لان المعطى اسمح لي نكمل نقطة كمل كمل اسمح لي سي حكيم راه بهذه النقطة اللي كيقول لك واخا يعطيك هنا يرجع لك السيكتور 10 وسيكتور 9 اللي مازال ما سقيتوش انا ما كنهضرش على السيكتورات الاخرين اللي سقاو راه غادي تجيب شهرين و20 يوم راه باش تجيب شهرين و20 يوم راه حتى شهر 9 ولا شهر 10 تكون مشيت كملت انا ما كنهضرش عليك انت ولا شوف اللي غادي يجيب واحد دابا الدولة عجزت عنها توفر المال للمواطن عجزت بهذه الكلمة وطمعت ديال الفلاح داتو لنا هذاك راه ديال الفلاح الدولة راها دولة عندها المعطيات عندها فلوس عندها تمشي تدور شي مورد اخر دابا راه حدات لنا ديالنا وكان غير تقاسماتو معانا داتو كامل هكا ديال الفلاحة داتو الدولة وخلاك حنا كنشوفو حنا كنسوفو حنا حاضرين حنا السيكتور 10 الشجر طاح سعد القايد طاح ما بقاش الشجر راه كاين مقدمين الشغل شوف شي مكان سيكتور 9 يدورو نشوفو سيكتور 7 سيكتور 9 سيكتور 3 كلشي على الاقليم تسدو واه تمشيو في الطوموبيلات موسخين نقصوا واحد النسبه ديال المال ديال 12-50% للمدينه ويكون احتياطات الناس راه باش يغسل سنيه كيبقى يخلي الروبيني محلول حنا الجنانات راهم كيلبسوا يدير واحد الحل توافقي راه في المدينه يعني ما عندوش الاخبار بزاف المدينه راه ما عارفينش ها هو هنا الجرده ديال القياده كتنعنع فيها الربيع خضر حنايا راه الجنانات والله ما كنقدوا ندخلوا لهم والله ما كنخدمش الناس حنايا حجر يعمروا مستحيل كانوا طلقوا هذا المال اللي راهم طالقين الاخر قسموه دور 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 وكاس شهور وصلنا الماء سعد القايد الماء ماشي داو غير لوني بوا داو حتى البوا انا داو حتى الديزدوطي لا عظمى خليه يهضر ديروا لنا سيدي ماندا وذاك الشجر تشعلوا فيه النار ونجيو عندكم للمدينه وديروا لنا ماندا 3000 درهم للواحد ونجيو نكسها سيدي هذا الشجر خليه ينحرك وندبروا لنا الماكله باش نجيبوا لنا ستوردو ودول اخرى الخضر والمواد باش ناكلوا الله يسلمك عندو الشوارع عامرين اسمح لي عندو الحق الماء الا داز عليا انا نسكي باش بغي الماء الا داز عليا نسكي صحه الا داز عليا نسكي الا داز عليا نسكي اسمح لي كيتسكي واحد النقطه خليه يهضر خليه يهضر خليه يهضر زيد هذاك الله يرحم الوالدين الله يرحم هذاك المعمل اسمح لي هذاك المعمل واش كيخدم السكر غادي تعطيو له الماء خليه يوقف حتى هو سيد قايد يهضر تفضل بسمع انت كتجيب شي كلمه ماشي كواك واش ما ضايعينش بالعطش راه 6 شهور ما شفنا لا اش غادي لا البوعرك ولا التيزطوطين ما كاين لا قزبر ولا وني الناس لا خليه 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 رد عليا الاخبار سير اخويا رد عليا الاخبار صافي سير دابا رد عليا الاخبار شهر علاش ما عمرش سير دابا رد عليا الاخبار سير دابا رد عليا الاخبار هو الاول باش لوني بتخدم به واحد 6 ايام ديالها باش نلقاو كيف فين غادي نطلقوا الماء ديال السقي هادشي اللي كاين في البروفا بغيت نعرف الفكره هو ما عمرش كاينين مسائل ما خاصش ندخل فيهم دابا لان شي وحدين فيكم راه عارفينهم من الاسباب ديال ان خلى البراج يتعطل شويه وكاينين اسباب نخرجوا دابا نوريكم هاد الاسباب دابا نخرج نوريكم هاد الاسباب لا خاصنا يعرفوها لان كاين في اللحظه لا غادي تشوفهم سير شوفهم غتلقى لي باسا كاين الاسباب كاين الاسباب كاين الناس اللي كيما قالوا الاسباب باش نهضروا عليهم كاين الاسباب اللي كنحاولوا باش نوقفوا باش يعمر هذا يستافد الجميع
اما استفدوا كامل باش كونوا واقعيين عاوتاني شويه. الله يجازيك بخير. دابا حنا بغينا هاد البومبا اللي تندات واد مالك. واد مالك اييه هاديك خصك انت تعاوننا، تعاون الفلاح. هاديك راه تندارت الفلاح، ما تنداتش لونيف. مرحبا. لونيف راه عندها قوة. لونيف هي راه عندها قوة تدير أكثر من داك الشيء. ذاك المظاهرة ديال الفلاح خصك انت تعاوننا. انت كمسؤول على دائرة زيو، انت تعاوننا. مرحبا. جيب في جانبنا. مرحبا. حنا ضايعين. الله يجازيك بخير. هاد النداء هذا هو خصك توصلو. دابا داك المظاهرة تندار الفلاح، ما تندارش لونيف. لونيف تلقاه خبزة طايبة. صافي حنا فدينا. ان شاء الله. سمعتيني ولا لا؟ هو لقى كلشي موجود، وإما لونيف مستعدة دير أكثر من داك الشيء اللي غادي دير. وإما داك الشيء راه جا وزير الفلاحة اللي كان سابقا، جا دشنها والناس نعم أسيدي مشاو منا للرباط عليها. ضحاو. فعلى قبلها. نار تالي جات لونيف وداتها. ولا يمكن يعني غزت فهاد البشر هذا، على عكس ما كاينش الرجال. لوكا كاين رجال اللي هما رجال والله ما كاينين. لوكا كاين رجال والله لا دواء. واه لوكا كاين رجال والله لا دواء. الله يجازيك. داك المظاهرة تندار الفلاحة ما تندارش لونيف. داك المظاهرة تندار الفلاحة ما تندارش لونيف. الله يجازيك. لونيف تقدر تجيب شوف داك المظاهرة تندار لونيف سميتو الفلاح ماشي لونيف. الله يحمي الوالدين. سمعتيني؟ الله يجازيك. رحمة لك الوالدين. هذا اخر وصلها. انت ديالنا قائد ديالنا خصك تحمينا. هاد الوقفة ديال الشمس. واه لا معليش راه حنا دابا راه تحرقنا بالسيف. السيف تجيو لنا. هادشي كاع بلا ما تجيو. ايه ايوا والمجهودات كاملة اللي خاصها الدار راه كنديرو. لا ولا يمكن حنا ولا يسمح لي الله يرحم الوالدين ديالك. دابا حنا هاد الوقفة اللي راه حنا دايرينها هنا ماشي من حقنا نديروها هنا. انت راك جيت عندك جيتنا عندك ذاك النهارات لهنا ياك. هاد الوقفه خصنا نديروها ليه منين طالع الماء عند البومبات. واد مالك على عكس ذاك المشروع ديال الفلاح ماشي ديال لونيب. لونيب مستعد دير اكثر من داك الشيء. دبر ليها على عكس هي راه كتبيع لك. شوف هي راه كتبيع لك نقطه قبل ما كتبيعوا لك بواحد الثمن. صافي واعر. الله يحمي والديك. جزاك الله خير. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. السي القايد عرف دابا الحاله ديال الفلاح ولا الفلاح كيخاجر غير بوحده. علاش؟ الفلاح وصلاته للعظم. الفلاح الجره كتيبس قدامه وهو كيبس قبالته من الليل. الفلاح ما لقى لا ما يشرب لا الحيوان ولا البشر ولا الجر. دابا حنا اللي كنطلبوا منك السيد القايد تبلغ هادشي للعامل. السيد العامل هادشي خصك تبلغه. وعاوداني لونيب خصها التحسيس المواطنين. علاش هما يديو لنا 24 ساعة 24 ساعة يعطيو لنا بخمسة السوايع حتى هما يتحسوا بهذا. لهذا اللي بغيت نكون طولتش عليك هي تبلغ السيد العامل بلا الفلاح راه ولا شي حاجه اخرى. الانسان كيدوش 4-5 المرات في النهار وحنا ما لقينا باش نغسلوا حتى الكيسان بدي ولا صاحبي ما عيب وعار هذا عيب. صافي سي القايد صافي يلاه نعاود. جينا نعاتبوا المسؤولين. لقاو الماء موجود. روني لقاته موجود داته ما تشاورت معانا حنايا الفلاحه جري وجد. راه سنين واد مالك كاين. علاش حتى هاد العام باتلهم فيه؟ توجدنا حنايا توجدوا الفلاح جات الخدمه في العجات لونيب داتو. ولو كان دابا لونيب اول حاجه خصها ديرها بعدا خص ما تعطيش 24 ساعه على 24 ساعه في المدينه. خصها تنقص الماء باش الفلاح عاوتاني يتمعش معاها. دابا الا كلشي لقاته موجود راه الفلاح غادي يضيع. راه الا ضاع الفلاح كلشي غادي يضيع. دابا صحاب المدينه مازال ما حاسينش بالجفاف ولكن الجفاف راه كيجي طالع. نطلبوا الله تعالى يرحمنا. كل مشروع ندار للفلاح ما ندارش لشي حاجه اخرى. باش تعرف بلي ندار الفلاح جا وزير الفلاحه هو اللي تشنو كان عزيزه قنوش هذاك الوقت. لو كان كان ديال لونيب لو كان شي مسؤول اخر ديال لونيب باش تشنو وزير الفلاحه الفلاح. ولكن ملي وقع هذه الازمه ديال وقعت الازمه ديال الماء جات لونيب باش غندير واش غندير؟ لقيتو واجد ديه ما يمكنش. لا
راه ما يمكنش، راه الفلاح راه عرك فيه باش جاب هذاك المشروع، معمل السكر دابا هو الو حل الماء حل الماء، شكون يهضر معاه؟ راه معمل السكر راه حنا عارفين ديال من، والمهم معمل السكر مسؤولين الكبار ما كاين اللي يهضر معاهم، ولكن الماء كيجي كيبقى واجد. نديروا مقارنه الفلاح اولى معمل السكر، شحال كاين تما معمل السكر؟ عنده الفلوس، وين يخسر واحد العام ومن بعد يخسر واحد العام، الفلاح راه 40 50 عام لا كيربي في الشجره، غادي يمشي له. راه باينه هذه مساله باينه، الفلاح هو اولى، دابا ولا الوزير هو اولى، الفلاح هو اخر الاهتمامات ديال المسؤولين هو الفلاح. هاد الفلاح اللي كيسقيو هاد الماء كيجي ويزي ماشي ما يزيش، ولكن كاين اللي كيبغي يولي يعمر، يولي يعمر عاود ويخلي الاخر ما يديش الماء. هاد الماء خصو المراقبه، ولا يديروا الفلاحه سته ديال الفلاحه ولا يراقبوا، ماشي الماء جاي يجي التور وكنسقيو يلا يلا واحد ما يديش، جوج ولا ثلاثه ما يديش حتى يحرق لهم التشيد، كيبقاو هنا كيزقيو الماء داو لجهه اخرى. خص المراقبه، خص اللي يراقب يراقب، تقول العساس يقول لك ايوا هذا راه كذا هكذا، لا مراقبه، يدير واحد سته ديال الناس ولا سبعه، وين يشوفوا الماء سقى هذا هذا خطا يمشيو هذا ما هو عمر عاود كيعمر الماء ويجي هذا يبلبل يقول لك على هذا كذا هو الماء، يراقبوه يزي الا ما زاش هاني انا هذا راه لي فلاح لا صيان ماشي فلاح ديال الاخر، راه ب 70 ملي نطلق الماء حنا عارفو، ولكن الماء كيمشي لجهه اخرى الاخرين ما يسقيوش ابدا من التحت، ومين يجي الماء دابا ما كاينش الماء، مين يجي يراقبوا باش يكمل الماء في الساع باش يبقى ما يدور الماء يدور الماء حتى كيوصل واحد العدد بحال اللي كيدير جوج سقيات، الراجل كيدير ضاع كاع عندهم الماء، سيكتور 10 هو التالي ما كاينش، كاين هو سيكتور 10 حنا تسعه، حنايا كيديو الماء هكذا كنشوفوا فيه كنقولوا له كيقول لك ايوا راه قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي، ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.